عشان نتمنى تكونوا بخير. معكم يا سيكر من بلوغ جديد وما خوت. بالنسبه للبري ورك اوت سهل ليا وغادي نحاول غادي نحبسوا هذا الشهر ان شاء الله، ولكن غادي نحاول نصنع بري ورك اوت في الدار. بالنسبه للدراري والدريات اللي ما عندوش بري ورك اوت، غنصوب واحد بري ورك اوت دابا اللي زوين ساهل ظريف، غتاخذو 45 دقيقه قبل ما تبغي تمشي ترينر خوت. نوريكم لي زانغريديون اللي عندي. هذا مشى، عندي الدهون الصحيه اوكي، الكارب، عندي بنانة، وعندي الشوفان، والخوت عندي العسل. هادشي اللي غادي نحتاج، وغادي نحتاج اللبن هو اللي غادي نصوب بيه البري ورك اوت، ماشي الحليب وماشي الماء الخوت. المهم هادشي كامل غادي ناخذو دابا حتى لواحد الساعه ولا ساعه وربع، عاد غادي نمشي نتحرك لاصال. وبالنسبه لي عندي بري ورك اوت، اول جاك البري ورك اوت ساهل خوت، وعطيكم الطاقه خذوا وردوا عليا. المهم جربتو البارح عطاني لي فاي، بغيت نجرب الحاجه انا عاش نقول لكم نتوما ديروها. البارح جربت عطاني لي فاي خويا حيت بري ورك اوت ساهله، ما خديت لا قهوه لا والو، ونصوبو دابا. نحاول نشوفو من عبروش، عندي غير شويه حيت غادي عندي البانان بارك بانانا. يا بالنسبه اللي ما عندو كيسه ما كيقراو ورقه و اللي ما كيعجبوش المذاق ولا ما عندوش ولا هو اصلا ما كيقتنعش باش يستعملو او بري ورك اوت في الدار الخوت. ومن بعد عاد غادي نمشيو نضربو حصه ديال السدر اللي زوينه بزاف. معلقة ديال العسل، اللبن الخوت. المهم هاد اللبن هو اللي لقيت انا، اذا كان شي واحد قال لي تحسن من هادي خذوها، انا ما كنفهمش بزاف اللبن. هاد الشيكر العشرة بقيت خمس دقايق الله شو اخويا وما ندوقوش شو بالنسبة خذو 45 دقيقة قبل ما تبغيو تمشيو للترينين. بسم الله احسن بري ورك اوت في العالم. المهم انا شراها هادو بري ورك اوت اللي عندي، بالنسبه اللي بغا يصوبو عجبو يصوبو، وبالنسبه اللي خداو عطا لي في ديالو راه مزيان خودو استعملو. انا استعملتو كيف قلت لكم البارح وعطا الحمد لله لي في ديالو، ونتلاقاو في بلاصه مع حصه ديال السدر اللي عندو خطيره. Hibernation activated. All the things we do for dreams. All of the things I do for me.
ما كنجي ضرب قلب بحال هكا وتريني وخدم واتموتيفا وحق الله هذوك صحاب شهر واش نكمل ولا نحبس كنشوفكم اخويا حيد لي من داك الهضره ما تعمرش راسك من هادشي تريني وتوصل ان شاء الله هذوك اللي كيبغوا واحد الطبوك ما عندك ما دير بهم كول قصيت تريني كون في حياتك مزيان وغتوصل ان شاء الله هما خوتي نتمنى داك كيقولوا يلا بديت شهر واش نحبس نكمل اعدك الماء عندي في الميسكيلاسيون يا دي قسم بالله كنشوف بنادم كيقولها كنعرف وما يكملش من الاول تحمر ما كيكون فيه من تريني قسما بالله العظيم وكنجيب الزز حيت واحد ناريت كتقول داك الفورمه اللي ضربت عليها في نايه خاصه تكون والله الا من احسن الحصص اللي دوزت اخوتي بحياتي والله تريني نصدر وتريساس مع هاد الجودي الشا اومون ديال كايكرين كاين القب وتريني ليا مع راسك هما الخوت غنطلعو نضربو البوست وورك اوت ديالنا غتشوفو شنو فيه لاواي غلوطامين كرياتين من موراها نضربو الوجبة اخويا وما كاين الموتيفاسيون شوف نضرب بوست وورك اوت كاين بوست وورك اوت قدام هادشي اللي هو وما عنديش لادا اللي فيه وعندي مطيشة والخيار الروز سور ديال الكارب احسن سور ديال البروتين في العالم والحوت مو هذا خويا راه حوت كواري ومن بعد انا ملي كيكون عندي وجبه هكا مصوبه حيت لازم ندير بوست وورك اوت كيتسد لي المعده ما كنقدرش باغي ناكل حتى الوجبه ديال بصح المهم داك لي برودوي كنخليهم من بعد
من بعد واحد ساعة ونص ديال الماتش هذا ماتشي كاع ديال ساعتين 10 دربون صور كاوت اللي عندي وهذا مكان وما كاين موتيفاسيون خوت وتما يكون عجبكم هذا الفيديو نوض ترينيو نوض قاتل على داكشي اللي باغي ليه وتوصل ليه ان شاء الله ونقصو دابا وندوش باش نوطي لكم فيديو ونتلاقاو في فلوج جاي ان شاء الله.